مشاهدينا في كل مكان مساء الخير واهلا بيكم معانا ولقاء جديد وبرنامجكم مع الناس. والنهارده هنتكلم عن المناخ، قضيه العصر وقضيه العالم كله مش مصر فقط، ولكن طبعا في الفتره الاخيره في اهتمام كبير جدا بقضيه المناخ من القياده السياسيه في مصر، والاهتمام بها مش على المستوى المصري فقط ولكن الافريقي ثم العالمي. حول هذا الموضوع وتفاصيله والمرجو من الاهتمام بهذه القضيه والمؤتمر العالمي الخاص اللي هيقام من أجل المناخ في مصر هيكون ده موضوع حلقتنا النهاردة. لكن زي ما تعودنا كل مرة إن احنا دايما قبل ما نستقبل ضيفنا ونتكلم عن تفاصيل ملفنا النهاردة بيكون في فقرة أخبار الناس بعد الفاصل. وفي فقرة أخبار الناس أول خبر عندنا بيقول جهود جبارة ومشروعات كبرى تنفذها الدولة في محافظات الصعيد لتوفير حياة كريمة، حيث أعلن وزير الري والموارد المائية دكتور محمد عبد العاطي عن الجهود المبذولة في محافظات الصعيد، وأكد أن كل المشروعات المقدمة في إطار الموارد المائية والري تقع في قلب المشروعات التنموية الجاري تنفيذها حاليا، زي تأهيل الترع وإنشاء وتجديد منشآت على المجاري المائية والتحول لنظم الري الحديثة وتطوير شبكة المصارف. خبر تاني بيقول المشروعات الزراعية والتي تشهدها توشكا أكبر مشروع زراعي في الشرق الأوسط، وخاصة بعد استضافة مساحات زراعية جديدة لزيادة الرقعة الزراعية الجاهزة للاستغلال الأمثل وتوفير فرص عمل حقيقية وخلق مجتمعات عمرانية جديدة لتخفيف الضغط على الوادي والدلتا. ومزيد من التفاصيل حول هذا الخبر أعزائي المشاهدين هنتابع مع بعض الفيديو الآتي. تعالوا مع بعض دلوقتي أعزائي المشاهدين في فقرة المشروعات، وحنشوف طبعا موضوع مهم جدا كلنا ملاحظين هذا التطور الكبير في مجال التعليم الفني، والهدف منه طبعا هو تأهيل كوادر مدربة على أعلى مستوى عالمي. التعليم الفني أصبح منظومة علمية متحضرة جميلة جدا، هنعرف تفاصيل عنها من خلال المشروع اللي احنا هنستعرضه مع بعض، وبعد المشروع هنرجع تاني نستقبل ضيفنا اللي هيتكلم معانا في حلقتنا النهاردة. وموضوع قضيتنا النهاردة زي ما قلنا البيئة وقضايا البيئة في مصر. نشوف المشروع. ودلوقتي معكم أعزائي المشاهدين بنبدأ لقاءنا النهاردة، وزي ما قلنا في بداية حلقتنا ملف البيئة من أهم الملفات المطروحة على الساحة، مش الساحة المصرية فقط أو المحلية فقط ولكن الساحة العالمية. موضوع البيئة هام جدا، مؤثر جدا في العديد من القطاعات الهامة في حياتنا وحياة العالم. فكرة استضافة مصر لمؤتمر البيئة العالمي يعني ده عنوان أحمر كبير له أكيد وراء قضايا هامة جدا مصر عايزه توصلها للعالم ككل. خلونا نتعرف بضيفتنا النهارده اللي هتفهمنا نقاط كتيره جدا عن ملف البيئه في مصر، وهي الاستاذه الدكتوره نهى سمير عميد كليه الدراسات العليا والبحوث البيئيه جامعه عين شمس. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا. منورانا. خليني ابدا معاكي بهذا المكان، كليه الدراسات العليا والبحوث البيئيه جامعه عين شمس. يمكن في كتير من الناس ما يعرفوش هذا المكان لانه يعتبر نوعا ما حديث او اسمه متغير، فنعرف هذا المكان ويعني هدفه الاساسي وممكن الناس تتعاون معاكم ازاي. هو فعلا المكان هو كان منشا كمعهد دراسات عليا وبحوث بيئيه منذ 40 سنه تقريبا، واول معهد على مستوى الشرق الاوسط في هذا النوع من المجال. يعني بيتكلم عن كل التخصصات البيئيه المختلفه، في 7 اقسام، بياخد تخصص زراعه بيئيه، تخصص هندسه بيئيه، علوم بيئيه، علوم اساسيه بيئيه، تربيه واعلام بيئي، انسانيات بيئيه، اقتصاد واداره وقانون بيئي، وطب وعلوم طبيه بيئيه. تمام. يعني هو كل الكليات ممثله عندنا في المعهد. هو كان معهد ثم تحول الى كليه. بالظبط. امتى تحول؟ هو تقريبا يعني كمل سنه ان شاء الله يتحول الى كليه. احنا عملنا اجراءات كتير قوي، غيرنا اللوائح الخاصه بالمعهد، زودنا برامج جديده، برامج بيانيه، فتحويل الى كليه كان فيه طفره كبيره، مش مجرد في الاسم، كمان في المجال بتاع التخصصات الخاصه بداخل الكليه، ورايك بيانيه بين الاقسام المختلفه، التخصصات الجديده في العالم دخلناها معانا، برضو الانتاج الانظف، التكنولوجيا الانظف في الصناعه، الذكاء الاصطناعي، دخلنا كتير داخل الكليه. تمام. من تخصصات اداره المخلفات، اداره متكامله للمخلفات، اداره متكامله للمياه، يعني كل اللي شفنا يعني استطلاع في المجتمع المصري في الوزارات المختلفه والحكوميه وخطه مصر 2030
نقينا التخصصات المختلفة اللي ممكن نشتغل فيها ودخلناها في اللوائح الخاصة بينا. طبعا هذا التحول الكبير جدا، مش في المسمى بس زي ما حضرتك ذكرتي، ولكن في الخطة وفي المضمون والأهداف. بيعبر عن اهتمام القيادة السياسية بقضية البيئة، وأن هي مش قضية الحاضر فقط، ولكن هي هتكون من أهم قضايا المستقبل. فخلينا نتكلم، طب أنتم كمكان للدراسات العليا والبحوث، أهم القضايا المطروحة على الساحة في الفترة الحالية عندكم إيه؟ هو طبعا زي ما قلتي ان احنا القيادة السياسية مهتمة جدا بالبيئة. احنا بقول دايما احنا في عهد ازدهار بيئي دلوقتي، يعني خصوصا القطاعات والجهات المسؤولة او المنوطة بالاهتمام بالبيئة. بالظبط كده، احنا بنتكامل كلنا مع بعض، لازم تنسيق كامل بين كل الجهات المهتمة بالبيئة. وخاصة دلوقتي مؤتمر عندنا مؤتمر كوب 27 هينعقد في مصر، ودي حاجة ما ينفعش الواحد يقول ان يعني اي فرد في مصر يبقى عارفها، يعني ايه تغير مناخي، ايه اسبابه، ايه نشاطاته المختلفة، ايه تأثيرات على القطاعات المختلفة، القطاع الزراعي، قطاع الموارد المائية، قطاع الصناعة، ايه التأثيرات المختلفة للتغيرات المناخية، القطاع الساحلي. فاحنا يعني فكرنا دي من اول قضية اهتمينا بيها، اللي هو نعمل دورة سفراء المناخ. يعني ايه سفراء المناخ؟ بنحضر شباب متطوع هو يبقى سفير المناخ في مصر. هو يوصل الوعي ازاي بالتغيرات المناخيه. يعني خلينا نمسك القضيه، طبعا يمكن من القضايا الهامه جدا اللي سياده الرئيس مهتم بيها هي فكره الوعي. بالزبط. نشر الوعي، لان ما فيش اي برنامج قومي احنا بنقوم بيه الا لازم يكون له مردود عند المواطن اللي هو صاحب الوعي. بالزبط. مش هيدرك هذا الكم من العمل والنتيجه الهامه الا عن طريق الوعي. طب انتوا ازاي حاطين خطه لتنميه وعي المواطن نحو قضايا البيئه؟ بالظبط. اول حاجه بالنسبه للتغير المناخي، الدوره بتاعتنا سفراء المناخ بناخد اول حاجه مدربين على اعلى مستوى. هي دوره عرفيني بالدوره والتقدم ليها ازاي. لمده اسبوع بيقدم عندنا في الكليه. دول اول حاجه مدربين اللي هم على اعلى مستوى. كل مدرب ان شاء الله، احنا خرجنا 500 متدرب لغايه دلوقتي، عملنا دورتين. تمام. وجت ست الوزيره افتتحت وزاره البيئه، افتتحت الدوره وخرجت كل في حفله ودي التخرج. اونلاين وحفله التخرج، هي خرجت الطلبه وادتهم شهاده التخرج كده، فكانت حفله جميله. هي مهتميه جدا بالبيئه وبالدوره، وان شاء الله تبقى تحت رعايه وزاره البيئه باذن الله. يعني فهي المفروض اللي احنا بنحضر وبنرفع الوعي كل حاجه خاصه بالتغير المناخي. هدفها ايه بقى والمنتظر منها ايه؟ المنتظر منها نخرج سفراء المناخ داخل المجتمع المصري. كل واحد منهم هيدرب 250 شاب. تمام. فالغرض منها في الاخر نوصل لمليون سفير للمناخ. فكره نشر الافكار، نشر افكار عن طريق الشباب، من الشباب للشباب. بالظبط. عندنا ثلاث انواع من سفراء المناخ. فكرنا كمان نروح المدارس سفير المناخ الصغير، ونحاول ان احنا ندخل ندرب اطفال المدارس، ويا ريت نعمل في كوب 27 يعني سيشن مخصوصه للاطفال. يعني الاطفال هم لازم نرفع الوعي، لان هم المستقبل. هم المستقبل، بدل ما نستنى المصري لما يكبر. لا، ونبدا نعمل له خطه للوعي وهو كبير. بالظبط. وبيسالوا يعني دلوقتي كله بيسال الاطفال ايه المؤتمر موجود ايه وبيعمل ايه، لازم نكون احنا نرفع الوعي عندهم. فقلنا نعمل سفير مناخ صغير، سفير مناخ جامعي داخل الجامعه عندنا وكل الجامعات المصريه، واحنا المسؤولين عن تدريبهم ان شاء الله. بعد سفير المناخ اللي هو الاساسي بقى، اللي هو المفروض ان هو المدرب الاساسي اللي هو تي او تي، يعني المدرب اللي احنا بندربه في الاول خالص اللي هي الدفعه الاولى يعني. تمام. بقى وهنكمل ان شاء الله، بنحاول نكمل مليون سفير للمناخ على مستوى مصر. التقديم والاشتراك بيبقى عن طريق السايت بتاع الكليه، موجود فيها كل حاجه خاصه، هي زي ما قلنا كليه الدراسات العليا والبحوث البيئيه. يخش اي، هل في شروط معينه؟ لا، نعمل انترفيو طبعا، ان هو يكون عنده يعني اصلا هو عنده رغبه، لان ده متطوع فهو هيتطوع، يعني عنده رغبه في التطوع، في نشر الوعي، في الثقافه، ورؤيه، مقتنع بالموضوع. تاني حاجه ان يكون على الاقل واخد، يعني بنفضل درجات عليا، ماجستير او دكتوراه في اول دفعه، يعني يكون واخد درجه جامعيه عليا، يعني ويكون مهتم مثلا في الجامعات غير الحكوميه، في الوزارات المختلفه. بناخد عينه من الاعلاميين، ان شاء الله نعمل دوره متخصصه للاعلاميين باذن الله. طب حلو. عشان احنا كلنا جاهزين. بالظبط. علشان يقدروا ان هم يروحوا المؤتمر وعارفين كل حاجه خاصه بالتغير المناخي. تمام. فده ان شاء الله. ودي جزئيه هامه جدا. يعني يمكن احنا بنتكلم عن فكره نشر الوعي البيئي لمواجهه الكوارث والمشاكل البيئيه. اللي طبعا لازم تكون الفكره موجوده في كل قطاعات الدوله. بالظبط. يعني ما تكونش حكر على دارسين معينين. أيوة. ممكن يكون ما فيش احتكاك بينهم وبين اطراف اخرى. أيوة. ففكره الانتشار هتيجي من انتشار
السفراء اللي حضرتك بتقول سفراء المناخ. تاني حاجه برضه عملنا لسه كلمنا رئيس اتحاد الجامعات الافريقيه، وان شاء الله يبقى سفير مناخ افريقي، لان هو منعقده في مصر، مصر ممثله لافريقيا كلها. تمام. فهو لازم يكونوا هم عندهم رغبه كبيره جدا في افريقيا ان هم يتعلموا ازاي هم المناخ وايه تاثيراتهم، هييجوا يحضروا معانا المؤتمر مجموعه كبيره من افريقيا. فعملنا سفير مناخ لافريقيا كمان ان شاء الله. يكون عندكم ملف افريقي بقى عن المشاكل البيئيه. احنا مش معزل ابدا، لان هو طبعا كل مشكله تغير المناخ هي مشكلتها الدول المتقدمه وتاثيرها على الدول الناميه، وطبعا من اهم الدول هي في دول افريقيا، وبالتالي احنا لازم ندخلهم معانا، مش معزل عنهم ابدا. فبالتالي هيجي نعمل ان شاء الله دوره سفراء المناخ، سفير المناخ الافريقي باذن الله. تمام جميل. طب خلينا نقول برضو ايه تاني من العمل الخاص بيكم بقى تحضيرا للمؤتمر؟ يعني اكيد مثلا في قضايا مهمه انتوا عايزينها تكون موجودة على الساحة في هذا المؤتمر يتم عرضها. بالزبط. مشاكل بيئية مثلا معينة بتعاني منها مصر لازم تكون حاضرة على مستوى عالمي. فهتقدموا ايه المقترحات، ايه الرؤى، ايه التحضيرات اللي انتوا هتقدموها للمؤتمر؟ والله في حاجة تانية برضو مهمة قوي، عملنا كده ابلكيشن تطبيق بصمة كربونية للفرد. يعني انا كل ما تتحركي وتركبي مثلا مواصلات تستهلكي تطلعي كربون وغازات دافية قد ايه. البصمة الكربونية للفرد. للفرد للفرد. بالاضافة الى البصمة الكربونية للمؤسسة او للمصنع او للشركة. فده اللي بيساهم، احنا كل مصر كدولة فيها مؤسسات وشركات وافراد، فلازم كل واحد يبقى فاهم يعني ايه بصمة كربونية، بتاكلي اكل شكله ايه، مخلفاتك كميتها قد ايه، بتستخدمي طاقه في بيتك طاقه جديده، بستهلك الكوكب قد ايه بالظبط، الاستهلاك اللي بتوصليه بالظبط. فكل واحد احنا فعلا احنا طبقنا، والمدربين حسبوا نفسهم طلعت يمكن اضعاف الستاندرد العالمي، ما كانش واحد عارف. لان هو اما تركبي اتوبيس غير ما تركبي عربيه برايفت ليكي كم فرد، تاكلي الاكل اللي بتاكليه قد ايه، الاستهلاك الميه اللي عندك في بيتك قد ايه، بتعملي ترشيد ولا لا، استهلاك الطاقه اللي موجوده قد ايه، مخلفات اللي طالعه قد ايه، ثقافه الاستهلاك بتاعت البلاستكس الحاجات اللي هي عندك يعني زياده عن الحد وبتعتبر انها تحول الى مخلفات. يعني فيها نقط كتير جدا هم اتعلموها، واحنا هنعلمها للشعب المواطن، اي مواطن عادي يقدر يعملها وبسهوله. فهيوفر في البصمه الكربونيه للفرد. صحيح. الشغل الثاني بقى بتاع عندنا افكار في المصانع وفي الشركات ان احنا نعمل ضريبه على البصمه الكربونيه، يعني ضريبه كربونيه، ودي موجودة في العالم كله. بمعنى ان هو المصنع اللي بيستهلك ويطلع غازات دافئة كتير وبصمة كربونية بتاعته عالية يدفع ضريبة اكتر. تمام. وبالتالي هو هيعمل في هيلاقي نفسه راجل تحذير عشان يقلل يهتم بالبيئة ويكون عنده خطة. صحيح. ازاي يقلل. حاجات يا دكتور كده كنا بنتمناها من 30 سنة فاتت. بالظبط. احنا بس كله فعلا بتشجيع والدعم بتاع كله. يعني عندنا رئيس الجامعة بيشجع جدا اي مبادرة خاصة بالبيئة، دكتور محمود الميتيني طبعا القيادة السياسية، كل الناس بصراحة دلوقتي احنا في عهد كله بيشجع في الاهتمام بيه. احنا لازم يكون لنا دور. صحيح. ككليه لنا دور ان احنا نساهم مع الدوله باي حاجه صغيره في مجال البيئه. تمام تمام. مع حضرتك ومع الساده المشاهدين هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل الحوار ان شاء الله. مره تانية مع ضيفتنا دكتوره نهى سمير. طبعا دكتوره نهى كلنا طبعا على علم ودرايه بالمشاريع الموجوده في الفتره الحاليه، ويمكن اللي لفت للانتباه ان في جزء كبير من هذه المشاريع مرتبط بفكره البيئه، يعني هي فكره الطاقه المتجدده هتنتج عنها يعني حل للعديد من القضايا البيئيه الهامه، سواء اذا كان في استهلاك الطاقه لما بنيجي نتكلم عن الطاقه الشمسيه والمردود الكربوني اللي حضرتك ذكرتيه، فكره السيارات اللي بالكهرباء او بالغاز وما الى ذلك. يعني احنا داخلين في افكار متكامله، يعني فكره البيئه ما اصبحتش رفاهيه او ما اصبحتش يعني نوع من انواع الدراسات للناس اللي مش لاقي حاجه تعملها، ولكن اصبح مستقبل واصبح هو القادم ان شاء الله وشيء فرض وضروري. البيئه دلوقتي ما بقتش هي مشكله ابدا. ده انا مثلا المخلفات دي كل الناس بتعتبر ان هي مشكله، بالعكس المخلفات كنز. هو بيطلع بالعكس دخل رهيب، يبقى دخل رهيب للمواطن. ازاي؟ اي اعاده تدوير المخلفات، وده فرصه عمل لاي شاب او شابه موجوده او مرأة معيله، زي مثلا تدوير البلاستكس، تدوير الورق. احنا عندنا وحده عملناها في الكليه كوحده كبايلوت بروجكت كده للطلبه ويشوفوه، ولاي حد ممكن يزوره بنعمل فيه كل انواع تدوير المخلفات المختلفه. يعني خلينا ناخد مثال حتى اللي كان مؤذي من فتره طويله زي قش الرز مثلا. قش الرز مثلا اتعمل يعني قامت عليه صناعات كتيره بالظبط. فكل واحد لازم يتغير الوعي بتاع المواطن، لازم وعي كل الجهات الخاصه في الدوله ان انا بالعكس انا مش مجرد ان انا هاخد المخلفات هدفنها، لا بالعكس المخلفات دي كنز بتدور عليا دخل، وبالتالي انا ممكن عندي تدوير البلاستيك، تدوير الكنز، تدوير المواد العضويه بتطلع بايوجاز عندنا في الوحده برضو. في عندنا وحده زراعه اسطح هيدروبونيك واكوابونيك دي بتوفر 80% من هل بتلاقوا مشكله في التواصل مع المواطنين البسطاء او
اصحاب القضايا البيئيه الهامه لما بتحبوا ان انتم تتواصلوا معاهم وتعرضوا عليهم ان هذه القضايا لها حلول مختلفه تماما عن اللي تعودوا عليه سنين، بتلاقوا رد فعل جيد وقبول ولا بتلاقوا مواجهه منهم؟ والله يعني تختلف على حسب الفئات اللي احنا بنكلمها، يعني يطلعوا مثلا من الورق، فازاي يعملوا هم تدوير ورق، فكره التنسيق، ويطلعوا معاهم شنط عليها. شنط ورقيه، كروت، حاجات يبيعوها، بيجي لهم دخل. فهم هو مجرد انه بيحس انه بيشتغل وبيجي له دخل، بالعكس هو بيقتنع. بيبقى في تدريب بقى يا دكتور، تدريب عليه. بيجي عندنا يتدرب في الوحده، يتدرب في الوحده ازاي البنات. يعني اخر مره عملنا كمان بنات ذوي احتياجات خاصه، يعني سوم والبكم، علمناهم ازاي يعملوا زراعه اسطوح وازاي حاجات، وفعلا هم يعني بسطوا جدا جدا جدا. وكانت رايهم ان هو مثلا ده مش عارف يشتغل اي حاجه، ده معناها ان هم محتاجين تواصل مباشر، لازم ما يبقاش مسؤول مع مسؤول مع مسؤول ويبقى في انفصال عن تدريب عملي قصاده، المتعامل نفسه مع المواطن نفسه. بالظبط، قعدوا معانا يوم يعني من اوله لاخره بيتعلم ازاي يعمل زراعه اسطوح وكده، وطلع منتج في الاخر، وطلع وشاف ازاي وسهله قد ايه، ومبسطوا جدا يعني من التجربه. فاحنا عايزين كده ان في تجربه فعلا قدامهم بنقنعهم بيها. ده كلام جميل جدا. يعني ده شيء مهم جدا. ويعني زي ما قلنا هي قضيه الساعه. بالظبط. واحنا في انتظار ان يحصل تطور كبير جدا، يمكن من خلال اللي حضرتك ذكرتيه، فكره السفراء من الشباب. لما العمليه تنتشر، فكره الوعي طبعا اكيد هنحس بالفرق الكبير مع الرقابه بقى. بالظبط. والقوانين اللي بتظبط هذه العمليه طبعا اكيد هيحصل تغيير كبير جدا. انا بشكرك ضيفتي العزيزه دكتوره نهى سمير، عميد كليه الدراسات العليا والبحوث البيئيه جامعه عين شمس. نورتينا النهارده واضفتي لنا معلومات عديده. وخليني اكرر تاني النداء اللي قدمتيه في الاول، فكره ان الشباب ينضموا ليكم في دوره بسيطه صغيره عشان يبقوا سفراء للبيئه من خلال صفحتكم، وده شيء هام جدا ان شاء الله. انا بشكرك وبتمنى من كل الساده المشاهدين ان هم فعلا يكونوا عناصر فاعله معانا وعناصر إيجابية، إن هي تبتدي فعلا تنخرط في فكرة الحفاظ على البيئة. الحفاظ على البيئة ما بقاش رفاهية، الموضوع قضية عالمية ويعني خطيرة جدا، وفي طريقها لأن هي تكون أكثر خطرا لو ما حصلش فعلا إن إحنا تعاملنا معها بالشكل السليم والصحيح. أنا بشكركم أعزائي المشاهدين، وبنتمنى إن إحنا نكون وفقنا في عرض حلقتنا النهاردة، وإلى لقاء جديد وبرنامجكم مع الناس.